ويرفع قبل ذلك 12 راية بالكوفة معروفة، ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسين يدعو إلى أبيه. هو جزء من هذه الرايات، هذه رايات ضالة مثلما وصفها إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف التي حدثنا بها المفضل بن عمر الإمام صلوات الله عليه. إمامنا الصادق وصفها بأنها رايات مشتبهة لا يدرى أي من أي. هذه هي الفترة الزمانية نفسها، الوقائع متقاربة. علينا أن نأخذ الأحاديث كلها في لوحة واحدة وأن نرسم خارطة مفصلة للأحداث من خلال كل الروايات، لا أن نقف على رواية أو أن نقف على نقطة في رواية واحدة، فهذا ضياع للحقيقة وهذا خراب للصورة الكاملة الواضحة. ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسين يدعو إلى أبيه. هؤلاء هم الدجاجلة، حذرتنا كلماتهم الشريفة من الدجالين من ولد فاطمة، والدجالون هؤلاء هم أصحاب هذه الرايات، هم مراجع النجف وكربلاء من الهاشميين ومن الشيعة. مرت علينا الروايات والأحاديث بهذا الشأن وبهذا الخصوص. فهذا الرجل من ولد الحسين الذي هو داعية إلى أبيه، إما أن أباه من المراجع الأحياء فهو يدعو إلى أبيه، وكل مرجع يدعو إلى نفسه، وهذا هو الذي نعرفه عن مراجع الشيعة الذين يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف. هذا هو الذي نعرفه عن ماضيهم وعن حاضرهم، وهكذا سيكون الأمر في مستقبلهم، لن تتغير الأمور كما يبدو، فهذا التهارش سيبقى موجودا. فهذا الرجل الذي من ولد الحسين إما أن يكون أبوه مرجعا من المراجع في النجف وهو يدعو إليه، وإما أن يكون أبوه مرجعا من مراجع النجف وكربلاء، قد مات، قد انتقل من هذه الحياة، قد توفي وهو يدعو إلى منهجه وهو يدعو إلى الالتزام بسيرته، فهو يبني قيادته، يبني زعامته، يبني شخصيته من جهة الامتداد ومن جهة الانتساب ومن جهة الالتصاق بأبيه ومنهجه. هذه احتمالات، نحن لا نعلم الغيب ولا نعلم الحقيقة الكاملة، وأنا لا أحلل لكم تحليلا سياسيا ولا أقيم لكم الأمور تقييما اجتماعيا. هذه نصوص في الكتب أنا أقرأها عليكم وأبين لكم مضامينها وفقا لسياقها ووفقا لآداب العربية ووفقا لسائر النصوص الأخرى التي تلتقي معها في رسم لوحة وصورة متكاملة.